خلاص الصبر ماشي. خلاص 1700 يا رجل ماشي. 1700 انسان دقيقه مش قد تقدر يا اخي دقيقه استغفر مش قد يا اخي خلاص خلاص مش قد ماشي ماشي نص مليون نموت مش قد نموت حتى يتحرك ضميركم ماشي خليني اسال حتى يتحرك ضميركم حتى يتحرك ضميركم الدول العربيه ايش قد ما نسكت خليني اسال فيصل ما نسكت خليني اسال فيصل والله ما نسكت والله انا جايب عسكري ماكو بدله عسكريه والله العظيم ما نسكت يا زلمه اوكي ما تسكت احنا على الهواء ما يجي واحد يتاجر بداعش وتاجر بالارهاب وتاجر بالمنظمات الارهابيه كان داخل بالعمل السياسي فشل بالعمل السياسي يا اخي انا فايز مو حاجه ما تطبق بس المالك هذا القدر ولا واحد يطبق منو المالك منتخب مروج الشارع بغداد العراقيين العراقيين مش في مثل العراقيين لا العراقيين مو يا داعش جميعا عرب العراقيين مو يا داعش مو جاي مو يا داعش مو يا داعش مو يا داعش بس ما خلص بغداد ما تخلص كل عراق شريف بس بس على الشارع مو داعش مو داعش مو داعش هذا الحكي مين مو داعش يا اسلام مو داعش ليش تشوف ومو للعصابة ومو للعصابة ولو مو للعصابة ولا حلو ذا ولا ذا هل كنت تطلع ولا المالكي خلي يطلع من ذلك ذورات عمر ايران خلي يطلع من ذلك زعيم منتخب انا على الاول علي يقول علي زعيم لا حتى زعيم زعيم لا هون هون اهلا بكم مرة اخرى مشاهدي الكرام اعود اليك ألا تعتقد أن هذا الرجل يعني بهذه الطريقة لديهم قضية الجماعة لديهم قضية يشعرون بأن البلد في حالة خطر ويتعرضون لهجمة وإلى ما هنالك يعني ومن حقه أن يكون لديه مثل هذا الفوران الذي انتهى بالدماء يعني من وشه كيف ترد؟ والله يا أخي على شاكلته هذول المالكي والجوقة كلها شاكلتها هاي ناس جوقة مال حرامية هتلية سفلة سقطة ما ينتمون للعراق لآدم ذولا شنو ذولا هذا ديمقراطي يا أخي هذا ديمقراطي عمي ذولا كلهم جوقة مال ما قلت لك مال حرامية نهبوا العراق اليوم يكفيهم خزي وعار اليوم راح يروحون على المرجعيات لي أخوي انطينا فتوى انطينا فتوى الجيش ضربهم بالبساطيل الجيش انطى سلاح للشعب وراح عليهم بالبساطيل المالكي صار له خمس أيام يقول لي اللي ما يجي عدمه ولا حد يفعل يستجيب له جامعة كم واحد من حزب الدعوة يصيحون كلنا وياك المالكي حاطم جوا سقيفه دخل يروحون هاي نماذجهم شو اللي حرب علينا بغداد هو هذا السافل هذا ليش يا بغداد ما تخلفها بغداد كل العراقيين وكل الشرفاء العرب بس الأكراد لك ذول عملاء لازم يطلعوا ألا تعتقد المالكي لازم يطلع ألا تعتقد أن أصحاب الأصوات العالية عندما يعني بدهم يذبحوا ويسووا كذا يعني كل يعني يدل على أنه في حالة يرثى لها يعني هؤلاء الأشخاص من حقهم يعني أن يعبروا بس ما من حقهم يتجاوزون على الناس ما من يعني تدري يقول لي بغداد ما بطبوها بعد لك شنو ما طوها ولك بغداد يا مال خلفك بغداد ولك بغداد يا كل عراقي شريف العملاء والخونة واللي يشتغلون لإيران وغير إيران ذولا ما لهم مكان بغداد يا ما عدمت بغداد من هالوجوه هاي الصفرة من هالوجوه هاي القذرة يا ما عدمت بغداد وعليه لازم يطلع من هالمكان يعني ولو ادري اني ولو مو خاطر الجزيره وخاطر فيصل هذا الانسان هذا ما ينقعد وياه لانه جوقه ما سقط يا اخي كيف جوقه ها هذه نوعيه المالكي هذه اشكال المالكي هذه اشكال الحكام من يجيب لك يعني هاي حكومه هذه اشكال المفروض هذه اشكال المالكي واشكال الذين انهزموا امام الجيش العراقي من يجيب لك يعني هذا ممثل ولا راح يطلعوا هذا ممثل لك احكي لك كمان بتجي بتتهمني احكي لك اشكالهم احكي لك راح يطلعون المالكي وهالجوقه على القاذورات هاي راح يطلعون واليوم كل القوى السياسية والمجتمعية والشيوخ وعلماء الدين وكل الفعاليات المقاومة واقواقع جديدة اليوم هذا المالكي من يطلع المالكي هاي جوقة مال قذري كلهم راح يطلعون وياه راح يطلعون ويسوي حكومة القاذ بس يا اخي في الوقت نفسه روبرت فيسك في جريدة الاندبندنت يقول ان ايران الان اصبحت في ورطة كبيرة في العراق والحكومة العراقية في ورطة والنظام السوري في ورطة بسبب ما يحدث في العراق إذا الأمر خطير ليس بهذه البساطة والله خطير مو خطير والله علينا مو خطير اليوم الشعب قام والشعوب تسونامي من تقوم تشيل الأخضر واليابس هذا شنو هذا يحكم العراق هذا المالكي بهالنظام هذا بهالسفالة هاي بهالخلق هاي لازم يطلعون أنا أقول لك راح تنتهي الثورة طبعا بس خلينا نشير يعني كان معنا السيد أبو فراس الحمداني وكان كان في حالة هيجان وحاول أن يعتدي على السيد ناجح الميزان فطلع مدرجا بالدماء بعد يعني هذه المشكلة مشان الشعب يعني وهذا الدماء ليش يصير هو هيش حثالات لازم تنضرب بالأحذية مو بس يطلع دمها المفروض هذول يطلعون حتى من الحياة هذول هم اللي بذلوا العراق هذول هاش هالنوعيات هاي العراق عمي ضحكوا العالم علينا هالنماذج هاي الله وكيلك ضحكوا الشعوب وإحنا أشرف من أشرف وأنبل الشعوب وأفضل العشائر بالجنوب والشمال والوسط طيب. لكن هذول
هالحفالة ذولا سودة وجه العراق. بس أسألك، ألا تخشون الآن من الموقف الأمريكي؟ ألا تخشون من الموقف الأمريكي؟ دقيقة شوي. الأمريكان يا أخي يقولون إن ما يتعرض له العراق حركة إرهابية، وهم الآن يحضرون للوقوف مع المالكي ودعم المالكي. إذن يجب أن نأخذ ذلك في عين الاعتبار، يعني لا نشطبها بشقطة قلم. لا لا، هم نفسهم الآن أو كانوا أقل من ذول اللي يقاتلون الآن بالثورة الشعبية. أنا أحكي الثوار، أقصد الثوار أبناء العشائر والفصائل الأخرى، أقصد ذول النبلاء. هذول نفسهم طلعوهم خلوهم شدوا جناتهم وطلعوا للبحر، ناس قبل ناس ركب السفن، فما عاد يقدر يسوون شيء. داخلين معارك ويا الامريكان، والامريكان بالنسبه للعراقيين الشرفاء صفر على الشمال، ما يقدر يفك نفسه، مو عاد يفك المالكي. المالكي سيزال المالكي ويطاح به غير مندوم مأسوف عليه، وخليه يذهب الى مزبله التاريخ هو هاي الحفالات الوياه.